إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، مع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، نعيش في هذه الليلة بمشيئة الله، فأسمعنا يا أبا عبد الرحمن. باب الوكالة في الحدود. نعم، باب الوكالة في الحدود. موضوع الحدود والكلام في الحدود سيأتينا بإذن الله لاحقا، ولكن ما يهمنا من موضوع الحدود هو موضوع الوكالة. ولا بأس أن نعرج أن العقوبات في الإسلام على ثلاثة أنواع. النوع الأول ماذا يسمى؟ واحد الحدود. فأول عقوبة مشتهرة ومنتشرة هي الحدود. وما معنى الحدود؟ هي العقوبة التي حددها الشرع لهذا الشخص الجاني، حدد كيف يعاقب: بقطع اليد، بالرجم، بالجلد. فهذه تسمى حدود. العقوبة الثانية، أنت عبد الرحمن، القصاص. وما معنى القصاص؟ عقوبة حددها مقابل شيء فعله هذا. هي عقوبة مقابل عقوبة من جنس هذا المؤذي. فشخص آذاك بعافاك الله بفقء العين، فيعاقب بفقء العين. لكن ماذا تختلف عن الحدود؟ واحد، أنه هذا الشخص مخير بين أن تكون العقوبة مثل ما أصابه، أو يأخذ الدية، أو أن يأخذ الدية. وبالتالي هذا هو الفرق بينهما. طبعا الكلام طويل، احنا نختصر. لكن العقوبة الثالثة ما هي؟ التعزير. وما معنى التعزير؟ العقوبة يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه بمقدار العمل. هي عقوبة ذكرها الشرع، ولكن لم يحدد كيفيتها ولا كميتها، وإنما مرجعها إلى ولي الأمر. طبعا هذا كلام شماله مختصر جدا، ومثل طبعا الغش. إنسان يغش في الطعام، يغش في اللباس، يغش في السيارات، هذا يعاقب. لكن الشرع لم يحدد مقدار هذه العقوبة، ومرجعها إلى ولي الأمر، هو يحدد كم حتى يردع الأحياء. طبعا ما فاتنا في الكلام عشرات، لا أقول ضعف، عشرات أضعاف ما ذكرت. كلام في الحدود والتعزير والقصاص كلام طويل جدا، بل رسالة ماجستير طبعت أحاديث الحدود في مجلدين فقط، أحاديث الحدود. فالمبحث إذن إخواني في الله كلام طويل، يهمنا منه ما ذكرت لكم الآن. الوكالة في الحدود، فماذا هناك من تقدير؟ هناك لابد من تقدير الوكالة في الحدود. ماذا يصبح؟ في تنفيذ هذا
في تنفيذ. نعم، الوكالة في إقامة الحدود. اثنين، تقدير آخر، تقدير آخر، الوكالة في، الوكالة في من يأخذ عني هذا، الوكالة في إقامة الحدود، الوكالة في تثبيت واستجواب الذي وقع منه الحدود. إذن هناك وكالة بالتنفيذ وهناك وكالة باستجواب والتحقيق مع هذا الشخص الذي ارتكب الحدود. إذن يمكن أكثر من تقدير في وكالة. طبعا الوكالة إقامة الحدود واضحة، وهو أن ولي الأمر يوكل هذا الشخص المبعوث بأن يقيم الحد، لكن بالتثبت كيف يكون؟ نعم، بالاستجواب والتحقيق، وهذا ما سيكون معنا في درسنا في هذا اليوم. طيب، هل هذه المسألة الوكالة في الحدود متفق عليها أم فيها خلاف، وكيف عرفت؟ هل هذه المسألة من المتفق عليها في الوكالة في الحدود أم مختلف فيها، وكيف عرفت؟ الجواب، كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ نعم، إذن خليك معي. الخلاف ذكره ابن بطال ونقله ابن الملقن، لكن الذي ذكره من؟ ابن بطال. فقال: واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص. إذن هذه من مسائل الخلاف، أن يكون هناك وكالة في الحدود. وقلنا الوكالة في الحدود هناك تقديران، إما التنفيذ أو الاستجواب والتثبت والتحقيق كما في مصطلح العصر. إذا ماذا يصبح معنا هذا التبويب؟ تفضل. نعم، هذا باب في بيان حكم الوكالة في الحدود. ما هو الحكم؟ نسمع حديث الباب. قال: حدثنا أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. نعم، بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاه مر ويالسي البصري، ثقة ثبت، مات سنة 27 و200 وله 94. الليث هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه الإمام المشهور، مات في شعبان سنة 75 و100. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100. عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتر بن مسعود البدلي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، مات سنة 94. زيد بن خالد هو زيد بن خالد الجهني المدني، صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة بالكوفة. أبو هريرة الدوسي الصحابي الجلي حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال أشهرها عبد الرحمن بن صخر، مات سنة 57 وله 78 سنة. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد، فيه الإقران في الإسناد في طبقة الصحابة رضوان الله عليهم. اثنين، فيه رواية التابعي عن التابعي، حيث ابن شهاب سمع من أنس. ثلاث، نعم، فقط اثنان. طيب، الآن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.
هذه رواية مفصلة أم مختصرة؟ هذه رواية مفصلة أم مختصرة؟ الجواب مختصرة. طب لما الإمام البخاري اختصر هذه الرواية؟ لما لم يأتي بتفصيلها؟ نعم، لأنه يريد موضع الشاهد من هذا الحديث. ما هو الشاهد في هذا الحديث على تبويب الإمام البخاري؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث على تبويب الإمام البخاري؟ واضح جدا. تفضل. إذن هذه وكالة، وكالة في الحدود. ما هو هذا الحد؟ الحد الرجم على من؟ أنها زنت فقط، مو بالتقسيط هيك. نعم، زانية محصنة، امرأة هذا، يعني هي متزوجة ومع ذلك والعياذ بالله زنت. فما هو الحد؟ أن ترجم حتى الموت. وهذا دليل من أدلة كثيرة على وجود الرجم في حق الزاني المحصن أو الزانية المحصنة. والمحصن على خلاف بين أهل العلم، لكن منهم من يقول المتزوج، ومنهم من يقول من سبق له الزواج. من سبق له الزواج وزنى يرجم حتى الموت. سرق خلاص، شاف أسرار النساء وانتهى. وبالتالي من سبق له الزواج وفقد زوجه فهذا حري به أن يسارع جدا إلى الزواج بأي شيء من أمامه. كما قال عمر عندما قيل له: أتتزوج بعد أيام من موت زوجتك؟ ألا انتظرت حتى يبرد دمها؟ فقال: ألا إني أخشى أن ألقى الله وأنا أعزب. الذي سبق له إيش؟ الزواج. الذي سبق له الزواج أصعب في ابتعاده عن النساء ممن لم يصل. لذا الزاني الغير محصن شو ماله؟ لا يرجم، يجلد، ينفى، يعني عقوبة نعم شديدة وإثم عظيم وكبيرة، لكن ليس مثل هذا الشخص ماذا؟ الذي سبق له الزواج. فبالتالي يبقى على حذر هذا الشخص الذي سبق له الزواج. وللأسف إخواني في الله، أحد أئمة المساجد صرح قال: جاءني أكثر من رجل تجاوز 60، وقال: يا شيخ نحن الآن نخشى على أنفسنا من الزنا. والسبب إما موت الزوجة، وإما الزوجة مريضة لا تصلح لا من أما لا تصلح لأي شيء. فتنبهوا إخواني في الله إلى هذا الشيء المهم، وهو أن الإنسان لا يبتلي نفسه. وعلى ضوئها الحل لهؤلاء كبار السن: واحد، إما الزواج. اثنين، إذا لم يتزوج يكثر من الصيام، يرجع مثل الشباب. الشاب دائما مكثر من الصيام ويقلل من فورة الطعام، لأن فورة الطعام وهذا من أسباب الذل. فتنبهوا إخواني في الله إلى هذا الشيء المهم، وهي الحدود. فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. إذن هذه وكالة في إقامة الحدود، ولا في التثبت أن الحد يقام عليه أم لا؟ هذه وكالة في ماذا؟ في الأمرين. أحسن، هذه وكالة في الأمرين. فإذا ما أراده الإمام البخاري الوكالة في الحدود، قلنا تقبل أن تقول الوكالة في إقامة الحدود، والوكالة في التثبت من حصول الحد ليقام عليه. نعم. طيب،
لا نستطيع أن نأخذ أكثر من ذلك لأنه الحديث سوف يأتي معنا مفصلا في بابه. ننتقل إلى الحديث التالي. قال حدثنا ابن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بن نعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه قال فكنت أنا في من ضرب فضربناه بالنعال والجريد. نعم، هنا إخواني في الله بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ أصابع جديدة لسه ما بديناش. تفضل. شيل ايدك عن ثمك ابو مصعب بينك ربنا. مات سنة 94 و100 النحو 80 سنة. ايوب هو ايوب بن ابي تميمة كيسان سفياني ابو بكر البصري ثقة تب من كبار فقهاء والعباد مات سنة 31 و100 ولا 65. ابن سهاب ابن سهاب صدق ابن ابي مليكة وعبد الله بن عبد الله بن ابي مليكة بن عبد الله من جدعان تيمين المدني أبو بكر أدرك 30 من الصحابة ثقة فقيه مات سنة 17 و100. عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد المناف النوفري النخعي صحابي من سنة البدر فقيه من 50. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد فيه رواية التابع عن التابعي. من؟ ابن شهاب روى عن أنس. ممكن تعدل قاعدتك بس بعد إذنك؟ نعم. وين ابن شهاب في الإسناد؟ أنت قصدك مين؟ أيوب. أيوب بن أبي أيوب السختياني. أيوب السختياني من التابعين حيث رأى أنس. أما أنت ابن شهاب اللي بتحكي عنه شو ماله الإسناد السابق. خليه يحكي يا رجل، ما احنا بدنا نشوفك شو أنت بتساوي راكيل على الحيط ونص قاعدة وكذا. معنا الله يجزيك الخير، انتبه معنا الله يجزيك الخير. يعني الحق علي طلع والحق علي، وما هو حق على الشيخ. طيب تفضل. شيخ البخاري من أفراده على مسلم. وهنا ابن أبي مليكة تابعي أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عندما نقلنا عنه أنهم قالوا كنا نترك 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام أو 40. الشاهد أنه كان عند السلف شيء مهم وهو أنهم لا يكتفون بترك الحرام وإنما يتركون شيئا إيش حلالا حلال، لكن ما هو السبب؟ أن هذا الحلال سيقودهم إما إلى شبهة أو إلى حرام، وهذا هو الورع. لكن إذا كان لا يقودك إلى حرام ولا إلى شبهة فهذا ورع بارد. إذا تنبه إلى الورع. كثرة الطعام تقود إلى الشهوة، إذا لا تشبع وبالتالي تنبه، وخصوصا في فصل الصيف الآن الشهوات تثار، فركز على هذا الأمر أخي في الله. لا تشبع إذا لم تكن عندك زوجة، أو عندك زوجة ولا تكتفي فلا تشبع أكثر من الصيام. ولا تنسوا أن غدا إن شاء الله تسعى والجمعة عاشوراء، فرصة أيضا للصيام.
على كل حال نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. طيب طب هنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا، فقال أو قال فكنت أنا في من ضربه. من الذي يقيم الحدود؟ ولي الأمر. كيف هذا يضرب هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكل. نعم، هذه هي الوكالة في إقامة الحدود. فإذا هذا الفعل ما قام به من نفسه، وإنما قامه بتوكيل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يريده الإمام البخاري، وهو الوكالة في الحدود. وهنا أمر آخر أن الضرب لشارب الخمر له صور، ومنها الضرب بالنعال والضرب بالجريد، جريد إيش؟ النخل. طيب هذا ماذا يسبب؟ يسبب ردعا، يقتل؟ لا يقتل. إذن الحدود في الشرع زواجر، العقوبات في الشرع زواجر. قد يقول قائل ضرب النعال يعني ما لا تقتل لا تؤذي كثيرا، احنا لا نريد انه يعني نؤذي كثيرا، نريد ان نردعه، هذا يعاقب امام الناس، هذه في حد ذاتها عقوبة اخرى انه شارب خمر وهكذا. فالعقوبات في الشرع روادع وزواجر. وما أجمل إخواني في الله إقامة شرع الله. لن نستعجل، وهناك من يجعل هذا موقوفا على أبي هريرة، ومنهم من يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إقامة حد من حدود الله خير من أن يمطر الناس إيش 40 يوما. يعني إقامة حد تنعكس فائدة على الأمة، فوائد كثيرة جدا إقامة الحدود. المطر بإذن الله من أسباب الحياة في الناس، ومع ذلك إقامة حد واحد خير من أن يمطروا كل هذه المدة. على كل حال لن نستعجل، سيأتي هذا في وقته. طيب من الفوائد والأحكام، قال ابن بطال فيه أنه يجوز للإمام أن يبعث في إنفاذ الحكم من يقوم مقامه فيه، وهذا واضح شرحناه. فيه أنه يجوز للإمام أن يبعث في إنفاذ الحكم تطبيق الحكم من يقوم مقامه فيه. لا يستطيع الإمام أن يقيم الحدود بنفسه، وهو لابد من الوكالة شئت أم أبيت، لكن سواء كان حاضرا أو غائبا فهي وكالة. طيب اثنين، قال ابن الملقن وفيه إقامة الحدود ومنها الضرب النعال والجريد، ومنها الضرب ايش؟ بالنعال والجريد. انظر الى هذا الخزي، شخص يضرب بالنعال يبقى مذلولا الا ان صدق التوبة مع الله، مذلول. ثلاث، قال فيه أن حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة، أي لا ينتظر إلى الإفاقة، ما منقول بدنا نستنى عبين ما إيش يصحى، كحد الحامل لوضعها حملها. يعني الحامل الزانية والعياذ بالله لا يقام عليها الحد وهي حامل،
حفاظا على ما في بطنها. أما شارب الخمر يعاقب وهو مخمور سكران. انظر عقوبة مباشرة. ودائما إخواني في الله من أكبر أسباب ارتكاب هذه الكبائر واحد نعم البيئة التي تعيش فيها. اسأل نفسك مع من تعيش ومع من تذهب وتجيء. إنك بأرض سوء إيش فأخرج منها. اثنين الفراغ. أقبح شيء في الشاب يكون عنده وقت فراغ. أقبح شيء في الشاب أن يكون عنده وقت فراغ. فبالتالي هذا يسهل أن يقع في الحرام. أخرج يا أخي، امشي، أركض، لا تكثر من النوم، اشتغل أي شيء. المهم أن لا يكون عندك وقت فراغ تجلس في البيت أو تجلس لوحدك. ثلاث نعم الخلوة لهذا الشخص مع قلة التقوى. أربعة نعم قلة التقوى. أربعة حب الفضول، بدي أشوف شو أثر هذا الخمر، شو أثر هاي السيجارة، شو أثر هذا الزنا، والعياذ بالله. حب الفضول، وإذا ضم إليها شيء فهذا نسأل الله العافية يزيد الأمر سوءا. وهو أحسنت، وجود المال، شباب وفراغ ومال وقلة تقوى الله وخلوة وفراغ، هذا دمار. فبالتالي الشاب الذي يريد تقوى الله لا يقبل من نفسه كثرة نوم ولا فضول طعام ولا فراغ. مباشرة يعمل ويتكسب، وفي الوقت الذي ليس عنده عمل يمارس الرياضة، يمشي، يعيش بين الناس، وأكثر أوقاته يقضيها في المساجد وليس لوحده أيضا حتى ولو في المسجد. طيب، إذن هذه كلمة ينبغي التنبه إليها. قال الشيخ ابن عثيمين فيه أنه يجوز للإمام أن يوكل من يثبت الحد بالإقرار أو بغيره. إذن ابن بطال ذكر إقامة الحد، هنا ذكر ماذا؟ وهو نعم إثبات حصول الحد أنه يقام عليه بعد ذلك. أيضا هناك هذان النوعان في الوكالة ذكرناهما فلا نعيد. خمسة، الشيخ ابن عثيمين يقول فيه دليل على أن الاعتراف بالزنا والعياذ بالله يكفي فيه مرة واحدة، خلاص اعترف بالزنا انتهى، لا داعي لشهود ولا داعي لإقراره مرات كما في الملاعنة ولا حلف يمين، خلاص شو هو الاعتراف، كما يقال في القوانين العصرية الاعتراف سيد الأدلة، خلاص اعترف. ننتقل إلى التبويب التالي، نسمع. باب الوكالة في البدن وتعاهدها. نعم، باب الوكالة في البدن. ما معنى البدن؟ ما معنى البدن؟ نعم الإبل. وتعاهدها، ما معنى التعاهد الإبل؟ واضح جدا، تفقد حالها، العناية بها، مش تفقدها، العناية بها.
فهناك وكالة ب البدن البدن، ويكون الوكالة ايش الان سيكون ب ب وتعهدها العناية بها بالبدن ايش لا حول ولا قوة الا بذبحها. واضح جدا، احنا وكلتك في البدن، قل لك عناية بها وايش كمان ذبح اللي هو النحر، لان البدن تنحر والغنم تذبح. طيب الان ننتبه الى حديث الباب، اذا ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ نعم، هذا باب في جواز او مشروعية الوكالة في البدن وتعهدها. نسمع حديث الباب، نسمع. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي مكير عن ابي ابن ابي ابن ابي بكر بن حزم. نعم. عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته قالت قالت عائشة رضي الله عنها انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدتها رسول ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. نعم، بداية من يعرفنا برواة هذا الاسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الاسناد؟ اصابع جديدة، اجى الصيف، ولا حول ولا قوة الا بالله، الليل الطويل والنهار نايمين وانتم عطلين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسمع من اخينا اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن اويس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي ابو عبد الله المدني صدوق أخطأ في أحاديث في حفظه، مات سنة 26 و200. طبعا كتب أحد المعاصرين كتابا كاملا مفردا، وهي رسالة جامعية في ابن أبي أويس إسماعيل، وقدم وأشرف عليها الأستاذ بشار عواد معروف، وهو الباحث هيثم عبد الغفور. فبالتالي مبحث طويل الكلام عن ابن أبي أويس، لكن ابن حجر انتصر أنه صدوق، والإمام البخاري كان ينتقي من روايته، صدوق وقد يكون مقبول ضعيف، لكن ليس معنى ضعيف أن ترد جميع رواياته. يعني مثل إنسان كما قال الأستاذ بشار عواد معروف في أحد الأمثلة، قال ضعيف يعني جايب 2 من 5، يعني هو قدم امتحان يقرب للطلبة، هو قدم امتحانا وأتى بنتيجة 2 من 5، فإذا 3 من كلامه شماله خطأ، لكن في 2 صواب. من الذي يعرف الصواب؟ أهل العلم. فبالتالي هذا معنى الانتقاء. على هذا مثال تقريبي، وإلا الكلام أوسع، وهناك عرض روايات على رواية الثقات وعلى أقرانه، كلام طويل جدا، لكن هذه هي الخلاصة. نسمع. مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، مات سنة 79 و100. عبد الله ابن أبي بكر. هناك تركيش على الحيط يا حبيب، تركيش طلع جسد. تركيش على الحيط. عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم ابن محمد ابن عمرو الأنصاري المدني القاضي، مات سنة 35 و100 وهو ابن 70 سنة. عمرو بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية المدنية أكثرت عن عائشة، ماتت قبل 100. عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين الحميراء أفقه النساء مطلقة وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما
خلاف شهير، ماتت سنة 57 على الصحيح. نعم، ما صلة القرابة بين إسماعيل ابن أبي أويس والإمام مالك؟ ما صلة القرابة بين هذين العالمين؟ تفضل. نعم، الإمام مالك خاله. انظر إلى إخوال أولادك، انظر إخوال أولادك مين هم؟ هل هم من طلبة العلم، من أهل العلم، من أهل الديانة والاستقامة؟ سوف ينعكس هذا على أولادك. قال والله إخوالي إخوالي أولادي بتاعين حشيش، شو بده يطلع أولادك؟ في قسم راح يطلع محشش. ولا حول ولا قوة إلا بالأهل ديانة واستقامة، راح قسم يطلع ديانة واستقامة بإذن الله من أهل العلم. صار يطلع قسم من أولادك من أهل العلم بإذن الله. هاي شيء مهم، لابد أن تنظر مين إخوالك. أولادك، أولادي، هون أولادي تبحث. طيب، إذا هذه صلة القرابة. طيب، ما صلة القرابة بين عبد الله بن أبي بكر وعمره؟ ما صلة القرابة بين عبد الله وبين عمره؟ برضو شوف كيف الإسناد ما أحلاه. ما صلة القرابة؟ صلة القرابة أن عمره هي خالة أبيه، هي خالة أبيه. انظر العلماء حيثما حلوا نفعوا، فانظر كيف أفاد غيره. أفاد غيره أنها امرأة، أفادت ليس فقط من حولها بل حتى أفادت من من أحفادها. فانظر خالتك مين هي، وخالة أبوك من هي، وحماتك مين هي، وشوف أولادك كيف راح يطلعوا. هذا شيء مهم، هذه تسمى الأسر العلمية. بدك علماء، أول شيء يعني ادخل نفسك بين أسرة علمية. فهذا من أسباب، شوف ليش مش راضي يطلع معنا علماء، هذا من أكبر الأسباب، أننا لا نفكر بمصاهرة والبيئة العلمية. تروح عند حماتك تحكي لك شروحات البخاري، ولا بتحكي لك عن الطبيخ والأكل والشرب والفلان طلعت وطلقت وتجوزت عن إيش؟ ما هو الحديث بينك وبين حماتك؟ ما هو الحديث بينك وبين حماك عمك؟ وهكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تاج هذه النصيحة إلى أهل ديانة واستقامة حتى ينقذ الأمة مما هم فيه الآن من التردي العلمي الذي لحق بالكثير من الناس، وقلة الهمم وحب الدنيا والانشغال والإقبال على الكسل والنوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، إذن الآن من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد، رواية الابن عن خاله. اثنين، رواية الابن عن خالة أبيه. ثلاث، إسناده مدنيون. أربعة، فيه رواية التابعية عن الصحابية. خمسة، لا، ابن أبي أويس أخرج له مسلم والبخاري. خمسة، فيه رواية التابعي عن التابعي حيث عبد الله روى عن أنس. عبد الله بن أبي بكر بن حزم روى عن أنس. هكذا ينبغي أن تبحث عن العلو.
الآن متاح لك أن تسمع من العالم الفلاني، غدا لن يتاح لك، فلا تفوت هذه الفرصة. الآن متاح لك أن تحضر دروسا، غدا لن يتاح لك. الآن متاح لك أن ترى شيخا يسأل عنك ويبحث ويتابعك، غدا لن تجد إلا أن يشاء الله. طيب تعالوا بنا، هذا الحديث مر معنا سابقا، لكن عائشة تقول أنا فتلت قلائد الهدي. طبعا الهدي ما هو الهدي؟ الهدي من ماذا يكون؟ الهدي من ماذا يكون؟ نعم، من الإبل أو البقر أو الغنم. هذا الهدي الذي يساق إلى الذبح أين؟ في مكة أو منى، مش في الحج، الحج الوقت. فهذا الهدي يذبح في مكة أو في منى لمن أراد إيش؟ أن يؤدي الحج فقط. الجواب لا، هناك سنة ضائعة لا يطبقها كثير من المسلمين، وهي سنة الهدي لمن لم يذهب إلى الحج. أنت لم تذهب إلى الحج، لكن توكل معك من؟ الذي هناك يذبح هناك. هذه سنة، أي هم هناك الحجاج بكون الواحد فيهم بده يصوم 3 أيام عشان ما يذبحش، وسبعة إذا رجعتهم. بينما هناك من يبحث عن هذه السنة. إذن طلال لك حاج؟ لا. طب طبق هذه السنة، وكل من يذبح عنك. الحمد لله الآن الأمور سهلة جدا، الراجحي وكالة رسمية ومفتوحة في كافة بلاد بقاع الأرض، سهولة بتدخل بالسر وفاعل خير، فتشتري هدي ويذبح هناك، وعندهم طبعا قوائم وعندهم توزيعات وعندهم إشراف طبي وعندهم تبرير، إيش ما بدك موجود. إذن هذا حتى إذا أردت أن تطبق هذه السنة. إذن من لم يذهب إلى الحج فليطبق هذه السنة، وهي الوكالة بالذبح بالهدي، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وضح الشاهد، ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم بعث بها مع أبي. أما القلائد سبق ذكرنا ذلك، ما معنى القلائد؟ ما معنى القلائد في الهدي؟ لا يا رجل، القلائد اللي هي القلادة تجعل في عنق هذا الهدي، شيء، أي شيء تجعل في عنق، إن شاء الله تجعل حذاء مهري مهتري باله. المهم أن تعلمها أن هذه هدي، وهذا من باب إظهار شعائر الدين، ويعرفها الفقراء ها، فيلتفوا حولها وينتظروا متى تذبح فيأكلوا. وهذا يعطيك شيء مهم في حياة من أعطاه الله مالا، ماذا؟ أن يعرف بنفسه أنه عنده مال لكي يقصده الفقراء، وهذا معنى إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. مش أثر عبده، ولا أنت شاري لي سيارة ب50,000 و200,000، بيجيك الفقير والله مكسور علي أجار البيت، إلي 6 أشهر مش دافع، ومطلوب مني 2,000 ليرة إذا في مجال تدفع عني، أنا وأخوي مكسورين، 2,000 دينار أعطيك؟ خذ هاي 10 ليرات سلك حالك كذا إيش هذا. طب أنت شاراك بسيارة حق 100,000، 100,000 عشان أطاول عليكو، مش عشان أطبق سنة إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. لا، أنت تريد أن ترى، أن تري أثر النعم عليك حتى يقصدوا كمان الفقراء، وهذا بثابت صارت إيش إلك،
بمثابة دعاية وإعلان لحصد الحسنات، لأنه أهل الديانة اللي عندهم مال بيدوروا على الفقراء الحقيقيين، بيدوروا دوارة وين حواليك. اختمني يا أخي، الله يجزيك الخير، اختمني في فقير حقيقي مزنوق مش قادر، مشلول مش قادر يشتغل، خليني أنقذه وأنقذ هالأسرة. يا رجل تعمل معي معروف، هكذا ينبغي أن يكون حال أهل المال اللي عندهم ديانة. فشو كيف بدي أدل الفقراء علي؟ فبظهر نعم الله علي، بركب لي سيارة إيش فاخرة. لكن الآن في طرق أخرى، خلص بدناش هالسيارة يا أخي، تعطلها في أشياء أخرى ماشي. وهكذا، إذن هذا معنى إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، حتى إيش يقصده الفقراء ف يتصدق عليه. أما نقول لهم والله قاعد بدفع قسط السيارة، منا شو من قلكوا هالحكي؟ الشيخ سفيان والله أعطانا درس في الجامعة إنه اللي بشوفوا اللي معاه سيارات فاخرة اقصدوهم في قضاء حوائجكم، لا تحضروا درس. هذا الشيخ سفيان هذا خرب علينا والله، ما احنا بس جايين نتطول عليكم يعني برستيج. اخر بعد شهرين له محبوس اصلا لانه قادر يدفع اقساط السيارة. لا حولت قوة الا بالله العلي العظيم يا جماعة. طيب الان اذا هذا هو الشاهد في هذا، ومعنى القلائد ومعنى الهدي، و من خلاله كيف وكل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التعاهد، وين التعاهد في الحديث؟ وين التعاهد في الحديث؟ ماشي وكل هنا قلنا ماشي، ثم بعث بها مع أبي. طب وين التعاهد؟ أنه سيقوم بما قام به النبي. أحسنت، بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليها وعلى رعايتها والاهتمام بها. فأبو بكر مباشرة إيش؟ أبو بكر عبارة عن كربونه بالتعبير العصري من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطبيق العملي، في التطبيق أبو بكر هيك حياته. شو النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل، بقول بتكلم بيفعل أبو بكر هكذا. فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يحكي له اعتنى في الإبل، مباشرة أبو بكر شو بده يعتني في الإبل. فانه عمر بن الخطاب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقال يا رسول الله على ما نعطي الدنيا في ديننا احنا. عمر طبعا يعني عالم اخر عملاق من عمالقة الاسلام، وجايين اعداء الدين عليه وكشو جايين ان شاء الله امم بدي ما لا يخاف في الله لومة لائم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه وعنده الحكمة، والصلح الآن وهي ما تسمى حقيقة هدنة هو الأنسب. فعمر مستفسر علامة يا رسول الله نعطي الدنيا في ديننا، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم، ولكن هذا أمر الله يا عمر. فسكت عمر، فلقي أبا بكر مهموم قال ما لك يا عمر؟ قال يا أبا بكر على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال أبو بكر هذا أمر الله يا عمر، مع أنه ما سمعش مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنه أجوه قالوا أترى ما يزعم صاحبك أسري به؟ فقال إن كان قد قال فقد صدق، فإني أصدق أكثر بذلك، يأتيه الخبر من السماء. أبو بكر رضي الله عنه. إذن هذا هو السبب في التعاهد. طيب من الفوائد والأحكام، قال ابن الملقن فيه رد على من قال من قل هديه صار محرما، من قل هديه صار محرما. هذا رد على من قال من قلد هديه صار محرما. ليش؟ ليش هذا الرد؟ من وين اجى الرد؟ قول عائشة رضي الله عنها وحرم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذبح. نعم، فالتتمة
فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله، حتى نحر الهدي ما فيش يتحرم عليك. يعني انت بعت وكالة وذبحت في الراجحي، ذبحت انت في عمان، انت ما حجيت، لا يحرم عليك شيء، لا يحرم عليك شيء. غير مطالب تغير ملابسك، غير مطالب تتجنب الطيب، غير مطالب تتجنب النساء، غير مطالب ما تحلقش وكذا، ألف باء جيم عشرين محظورات الإحرام. طيب اثنين، قال ابن عثيمين فيه أنه يجوز للإنسان أن يرسل الهدي من بلده إلى مكة ولا يحرم عليه شيء بذلك، هذا ما سبق. وقال فيه أنه من ساق الهدي، ها هذا في حق الحاج، الحاج القارن، وهي مهمة جدا، وهذه من الفروق بين القارن والمتمتع. قال فيه أنه من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر هديه. المتمتع متى يحل؟ المتمتع متى يحل؟ بقول لك المتمتع الله يمتعك بالحج، نعم، عند رمي جمرة العقبة الكبرى، فهذا يسمى التمتع الأصغر. والتمتع الأكبر إذا طاف طواف الإفاضة، فهذا التمتع الأكبر يحل له أن يأتي زوجته. لكن هذا القارن اللي ساق الهدي معاه، وهذا شيء نظري في هذا الزمان وإن كان موجودا، قالوا بعض الناس بيجب بكمات معه، أنا ما شفت لكن ذكر لي، يأتي في بكمات يعني سيارات نص نقل ويكون معه هديه هو وأقاربه. سمعنا عن هذا يسمى قارن. هذا متى يحل؟ إذا ذبح. هذا الفرق بين المتمتع وبين القارن، هذه إحدى الفروق بين الاثنين. طيب ننتقل إلى الباب التالي. باب إذا قال الرجل لوكيله اطعه حيث أراك الله، وقال الوكيل وكيله قد سمعت ما قلت. نعم، إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، من القائل؟ إذا قال الرجل لوكيله، من القائل؟ الموكل، وهو صاحب المال، صاحب البضاعة. قال لوكيله ضعه حيث أراك الله، يعني أنت إيش؟ أنت ماذا؟ نعم، أنت مفوض، موكل بأن تفعل بهذا الشيء حيث أراك الله. لما قال حيث أراك الله؟ لما قال حيث أراك الله؟ لكي ينسب الفضل إلى الله في الاختيار الحسن وليس إلى نفسه. استنى شوي شوي، استنى استنى عمو، لا توزع. إذا تنبه إخواني في الله إلى هذا الشيء، وهو أنك هناك صاحب المال يوكل أحدهم بماذا؟ بتوزيع مالا أو بوضع أشياء في أماكن، فهذا يقول له حيث أراك الله. ماذا تفيد حيث أراك الله؟ نسبة الفضل إلى الله، واحد، اثنين، اثنين، نعم، كما يعبر عنه في العصر الحالي حرية التصرف، أي لا قيود ولا شروط عليك في هذه الوكالة في التوزيع، لا شروط عليك، حرية التصرف، وكالة عامة. طيب قال الوكيل قد سمعت ما قلت. في قوله قد سمعت ما قلت ماذا تفيد؟ قول
لا لا يشترط هذه لا يعني القبول العكس. قد سمعت انا سمعت لكن هل وافقت؟ لا تكفي. اذا قوله لقد سمعت لا يعني الموافقة. اذا حتى نستفيد من هذا ان من شروط الوكالة ماذا؟ قبول من قبل مين؟ الوكيل. كان واحد يقول انا وكلتك تسأل، طب انا مش موافق كيف وكلتني؟ فالوكالة من شروطها ان اقبل، وهذا ما نسمعه من بعض الناس في هذا الزمان. يا شيخ انا وكلتك، طب انا ما قبلت، انا لم اقبل، انا لم اصبح وكيلك، انا غير ملزم، انا ما اخلفت الوعد، انا سمعت انت ما قلت لكني انا ايه لم اقبل. وهذا شيء مهم اراده الامام البخاري، ان مجرد السماع لا يعني القبول، ومن شروط الوكالة وجود وحصول القبول. نسمع اذا حديث الباب. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول. اذا من يعرفنا برواة هذا الاسناد؟ تفضل انت. يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي ابو زكريا النيسابوري ريحانة النيسابور ثقة ثبت الامام هذا طبعا شيخ الإمام مسلم، أكثر عنه الإمام مسلم. وهذا يحيى بن يحيى النيسابوري وليس الليثي، والليثي لم يخرج له أصحاب الكتب الستة. من الليثي؟ هو صاحب الرواية المشتهرة لموطأ مالك. يحيى بن يحيى هذا من تلاميذ مالك ايضا، ويحيى بن يحيى الثاني ايضا من تلاميذ مالك، وكلاهما روى الموطأ عن مالك. طب لما رواية يحيى بن يحيى الليثي هي التي اشتهرت، مع انه يحيى بن يحيى النيسابوري اتقن واعلم، ومع ذلك التي اشتهرت هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. لما اولا التوفيق من الله، هذا في كل شيء، لكن نتكلم عن الاسباب. نعم كان اميرا في الاندلس، فعندما رجع الى الاندلس وقالوا ماذا درست؟ قال درست عند الامام مالك الموطأ، فانسخوا ما سمعت من مالك ووزعوه على الطلبة. فنسخ وزع ودفع وكذا. بينما يحيى بن يحيى النيسابوري الثاني عالم وطالب علم، لكن شو ماله؟ بجوز نسخ 10 نسخ. طبعا ما مش مكتوب في الرواية 10 نسخ، هذا احنا من عندنا بنحكيها. لا، بينما هذاك ايش؟ نسخ واملى وارسل بها الى الاندلس، فخلص صارت هي ايش؟ المعتمدة. انه اجى ابن عبد البر يشرح الموطأ، فاختار رواية مين؟ يحيى بن يحيى مين؟ الليثي. لا، هي ابن عبد البر نيسابوري اعلم، نعم اعلم، لكن المشتهرة والمنتشرة بتاعت مين؟ الليثي. اذا هذا اهمية المال، ينشر علمك ويغطي على ضعفك لوجه الله. يا جماعة تفقدوا انفسكم وتوبوا الى الله. قاعد لي بتفكر لي في كنبيات وبسيارات، فكر باجور وقاعد مش راضي تشتغل، وقاعد بس تعلق علينا وتوزع ابتسامات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسمع يا جماعة، نسمع. مالك سبق إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري المدني أبو يحيى ثقة الحجة مات 232 أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين مشهور لقبه ذو الأذنين مات 92. شو لقبه ذو الأذنين؟ وين جايب الحكي هذا؟ مات 92 وقد جاوز 100. ما صلة القرابة بين إسحاق وأنس؟ رجعنا لنفس النقطة، أسرة علمية. ما صلة القرابة بين إسحاق وأنس؟ أنس عمه. نعم أنس عمه.
فأنس عمه من جهة الأم. هذا هو العلم. مين عمك؟ فهمني مين عمك انت؟ كيف بدك تطلع عالم وعمك ما بيفتح كتاب؟ وخالك مين بيفتح كتب؟ طب خالي ولادك وعم ولادك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة لا تغلطوا هالغلطة هاي. من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد رواية الابن عن عمه. اثنين إسناده رباعي. ثلاث نعم إسناده مدنيون إلا شيخ المصنف. نسمع الحديث. حديث مرة معنا نسمع. قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار من مدينة مالا. إذن ومع ذلك عندما خطب أم سليم وكان على الكفر فخطبها وطلبها لنفسه، فماذا قالت له أم سليم؟ قال ما مثلك من الرجال يرد، ولكنك امرئ كافر، فإن أسلمت كان هذا صداقي، ما بدي منك مال، بكفيني إيش؟ واحد دخولك في الإسلام، اثنين رجولتك. وانت بس تيجي تناسب واحد بده يكون إيش؟ بده يكون رجل، بدك رجل. حتى اذا صار خلاف بينك وبين بنته تحكي مع مين؟ مع رجل. اليس منكم رجل رشيد؟ من كل العيلة ولا واحد ايش رشيد. اصعب هاي الحياة، ولا واحد عارف تتفاهم معاه. لوط عليه الصلاة والسلام. طيب اكمل يا ابني. قال وكان احب امواله اليه بيرحاء. نعم احب امواله اليه. اسال نفسك ما هي احب اموالك اليك ثم تصدق بها، بتطبق هذه السنه. لا انت متصدق في احب الاموال اليك ولا في اقل الاموال اليك. طبق هذه السنه. ايش عندك شقه مرتبه هيك؟ روح تصدق فيها، تكون طبقت السنة. بس اوعى مرتك عاد، اذا انت مرتك مسيطرة عليك هذا اشي ثاني يعني. نعم نسمع. مش تنيم اولادك في الشارع، منقول شقة زيادة عندك يا اخي. احنا ما بنحكي انك ساكن فيها وكذا، بنحكي زيادة. ومع ذلك الصحابة طلعوهم من الفاخر، روحوا سكنوهم في المتواضع عشان يدخلوا ايش؟ الجنان. اخرجي يا ام الدحداح، فإني بعت بستاني هذا بنخلة في الجنة. لكن امرأة ايش؟ ابوها صحابي وامها صحابي واجتهم. فقالت ربح البيع ابو الدحداح. ما قالت له والله ما بسكن لك في بيت ولا بعيش معك ولا بشوفك. كلام عن الصحابة يرقق القلب، يذكر في الآخرة، ويشعرنا بما نحن فيه من غربة وبعد عن تطبيق السنة. نسمع. أدركنا الوقت، لكن في درسنا القادم، لأنه في عنا وصل معلقات وفوائد، نعيش إن شاء الله في درسنا القادم. أخونا يدعوكم إلى حلويات، وزع عليهم وجزاك الله خير. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.